أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. 40 قتيلا سوريا بانفجار بيروت، والحصيلة قابلة للارتفاع. وحصيلة قتل انفجار بيروت ترتفع إلى 135 و5000 جريح، والمفقودون أكثر من 80. ماكرون في لبنان اليوم، زيارة رمزية مثقلة بالرسائل. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تؤجل إصدار الحكم في قضية اغتيال الحريري بسبب تفجير بيروت. وفي سوريا، نظام أسد يعلن أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا. خسائر لنظام أسد بتجدد الاشتباكات المتبادلة مع الفصائل في ريف إدلب شمال غرب البلاد. عالم السيارات الرحب بكل ما فيه يجتمع في مكان واحد. شركة دلتا والميلاجي لتجارة السيارات في اسطنبول، ثقة وضمان. أهلا بكم. ارتفعت حصيلة الضحايا السوريين بانفجار بيروت إلى 40 قتيلا في وقت يرشح به العدد للارتفاع جراء عدد كبير من الإصابات. ووثق المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني أسماء 40 لاجئا سوريا سقطوا جراء الانفجار. كما تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للضحايا وأخرى لأشخاص ما زالوا مفقودين. أعلنت السلطات اللبنانية حصيلة جديدة لقتل انفجار بيروت الذي وقع في مرفأ المدينة وخلف أرقاما كبيرة من الضحايا والخسائر المادية. وذكر وزير الصحة اللبناني أن حصيلة قتل الانفجار ارتفعت إلى 135 قتيل وأكثر من 5000 جريح، وأشار إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 80 شخصا. هذا وتوقع الوزير أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود العديد من المصابين في حالة خطرة. استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في زيارة تستمر لخمسة أيام، يلتقي خلالها المسؤولين في بعبدة قبل أن يتفقد مكان الانفجار في مرفأ بيروت، ثم يعقد سلسلة لقاءات مع شخصيات لبنانية في قصر الصنوبر في مبادرة للم الشمل اللبناني. وينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا طوني بولس من العاصمة اللبنانية بيروت. طوني، كيف هو المشهد اليوم في العاصمة بيروت وفي منطقة مرفأ العاصمة؟ يعني في هذا الوقت يستمر انتشال يعني الجرحى والمفقودين، وهناك نشاط كانت عالقة يعني في تحت الحطام والردم، يعني يعمل الدفاع المدني وفرق الإنقاذ على سحبهم. وفي الوقت ذاته يعني هناك فرق تحقيق يعني بدأت تصل، وكان اليوم يعني وصول لفرق تحقيق فرنسية تشارك في جلاء معرفة الأحداث وتفاصيل ما حصل. على ما يبدو أن هناك اتجاه لإدخال محققين من خارج لبنان، انطلاقا من أن مطالبات كبيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي بعدم الثقة بإمكانية أن يكون الجانب اللبناني وحيدا يستطيع أن يصل إلى تفاصيل حول ما جرى، أو ربما قد يكون هناك نسخة غير حقيقية للرواية التي لا يعني إذا كانت لبنانية لا تعطي ثقة لا شعبية ولا دولية. طيب، اليوم في زيارة هناك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برأيك ما هي أهداف هذه الزيارة؟ هل هي ربما تأتي في إطار الدعم المقدم للبنان، أم أنها تحمل رسائل سياسية؟ يعني بطبيعة الحال زيارة الرئيس الفرنسي هي بهدف في ضمن رسائل سياسية.
فزيارة وزير الخارجية الفرنسي منذ أسبوعين إلى بيروت تقريبا أجهضت في لبنان نتيجة الظروف السياسية الداخلية، وخاصة عندما تبنى طرح حياد لبنان الذي سبق وذكره البطريرك الراعي وبعض القوى السياسية في لبنان. اليوم يأتي ماكرون في هذه الزيارة في ظروف يعني معقدة نسبيا، ليس فقط من أجل تقديم دعم ومساعدات وهو أمر سيتم طبعا، ولكن هناك رسائل غربية بتغيير مسار السياسة في لبنان. وحتى ماكرون لدى وصوله إلى بيروت تحدث عن عقد جديد، عقد اجتماعي جديد سيقترحه على اللبنانيين، وسيعود لمتابعته بداية أيلول المقبل، ما يعني أن هناك مبادرة فرنسية جدية، وطبعا هذه المبادرة الفرنسية تأتي بسياق غربي وليس بمعزل عن الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم طوني، أيضا أود أن أسألك حول أعداد القتلى السوريين في لبنان، يعني تحدثت الأنباء صباح اليوم عن 40 قتيل، هل هناك أي تحديثات حول أعداد القتلى؟ يعني لم تصدر بعد حتى الآن الحصيلة النهائية، ولكن كل يوم هناك تحديثات مع ظروف انتشار جثث جديدة. ولكن يعني ضمن القتلى تقريبا هناك نصف القتلى من الأجانب، ومن بينهم 40 شهيد سوري حتى الساعة، إضافة إلى هناك يعني على ما أظن 13 مفقودة من السوريين، لا يزال يعني عمليات البحث عنهم مستمرة حتى الساعة، وهم لا يزالون يعني ضمن قائمة المفقودين. نعم أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من العاصمة اللبنانية بيروت طوني بولس، كنت معنا في هذه النشرة. ونبقى في الشأن اللبناني أيضا، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بيانا أجلت فيه النطق بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. وقالت المحكمة من لاهاي إن الحكم قد أرجئ من يوم الجمعة القادم إلى يوم 18 من أغسطس آب بسبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت والاحترام الحداد الوطني الذي أعلنه لبنان لثلاثة أيام. أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات للبنان لدعم علاج المصابين في الانفجار. وأوضحت المنظمة في بيان أن الإمدادات ستكفي لتغطية 1000 حالة لعلاج الردود و1000 حالة جراحية للأشخاص الذين يعانون من إصابات وحروق ناجمة عن الانفجار. سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام أسد أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 944 بعد تسجيل 52 حالة جديدة، وهو الرقم الأعلى في إحصائيات الوزارة اليومية، ولفتت إلى وفاة حالتين، ما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 48، فيما بلغ عدد المتعافين 296 بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة. قتل وجرح عدد من عناصر نظام أسد بتجدد الاشتباكات في الفصائل المقاتلة في جبل الزاوية بريف إدلب شمال غرب البلاد، وحيث اندلعت اشتباكات على محور البارة والفطيرة في جبل الزاوية عقب محاولة تسلل من قبل عناصر نظام أسد إلى قرية الفطيرة، فأوقعت الفصائل خسائر بشرية في صفوف ميليشيات أسد بين قتيل وجريح، وأجبرته على التراجع إلى نقاطها في محور كفرنبل. وينضم إلينا مراسل أورينت من إدلب محمد الفيصل. مرحب محمد، أرحب بك في هذه النشرة، تفاصيل حول هذه الاشتباكات. نعم نور، تواصل الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة وميليشيا الاحتلال الروسي وميليشيا أسد الطائفية على عدة محاور، بدءا من محاور الساحل إلى محاور جبل الزاوية وعدة محاور أخرى. تحاول بشكل مستمر الميليشيات الطائفية التقدم باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة، ولكن كل هذه المحاولات بدأت بالفشل خلال الأيام الماضية أو خلال الأسبوع الماضي. حاولت هذه الميليشيات أكثر من 10 محاولات على هذه المحاور، ولكن كل هذه المحاولات بدأت بالفشل. اليوم ومنذ الصباح الباكر تدور الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة وميليشيا أسد وميليشيا الاحتلال الروسي على محوري الحدادة وتل أرقم
في ريف اللاذقية، استخدمت خلالها الميليشيات الطائفية مختلف أنواع الأسلحة. ثلاث محاولات منذ الصباح حتى اللحظة على هذه المحاور، ولكن نعم. تم صد هذه المحاولات بحسب غرفة عمليات الفتح المبينة التابعة للفصائل المقاتلة. قتل خلال هذه الاشتباكات مجموعة من ميليشيا النظام، وبحسب أيضا غرفة عمليات الفتح المبين قتل ضابط للاحتلال الروسي أيضا خلال هذه الاشتباكات، فضلا عن مقتل مجموعة أخرى من الميليشيات الطائفية على محور الحدادة إثر استهدافها للصاروخ الموجه. نعم أكتفي بهذا القدر. مراسلنا محمد الفيصل كنت معنا من إدلب. أدخل التحالف الدولي قافلة عسكرية نحو مواقعه في مناطق شمال شرق سوريا، وأكدت مصادر محلية دخول عشرات الشاحنات والعربات المصفحة والسيارات نحو الأراضي السورية عن طريق معبر الوليد الحدودي مع العراق. وأوضحت المصادر أن القافلة تضم مواد لوجستية، ومن المقرر إرسالها إلى القواعد العسكرية التابعة للتحالف الدولي في دير الزور والحسكة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تمكنها من إلقاء القبض على 3 عناصر من ميليشيا قسد في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، كانوا يستعدون للقيام بعملية إرهابية بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. وأضافت الوزارة أن إرهابيي تنظيم PKK تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من تحقيق مخططهم في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة غصن الزيتون بحسب تعبيرها. وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا orion-news.net. إلى اللقاء.